وشوشة. أنا أصلاً صحفية من وانا في اولى جامعه بشتغل في صحافه. اول حاجه اشتغلت فيها في حياتي كانت وشوشه. قعدت بشتغل من الصحافه من هنا لهنا شويه، وبعدين رحت جريده عين، وبعدين شويه صوت الام ايام وائل ابراشي، وهكذا لحد بقى. وبعدين دخلت في الاعداد واونلاين ريديز، وكانت كلها حاجات سوشيال ميديا. لحد ما من حوالي سنه كده بالظبط كان في رئيس التحرير استاذ محمد شبت، طبعا استاذي الفاضل القدير جدا، كان بيعمل موقع وقال لي أنا هفتح موقع ومحتاج فيه ناس، محتاج محررين ومحتاج معدين ومحتاج ناس زي القمر كده داخلين علينا دلوقتي ومحتاج واحدة تنزل الشارع تعمل تقارير من الناس تناقش مشاكلهم. يعني هو الموضوع كان بجد، اللي هو أنا أنزل أعمل تحقيق صحفي. لما نزلت الشارع يا أختي لقيت إن أنا مش عارفة أتكلم كلمتين جد على بعض، لقيت نفسي إن أي مشكلة بحولها لحاجة ساخرة. فبصراحه كلمة عن الناس، لما كلمة عن الناس الجو ده ان انا بناقش الحاجات، التناقض مثلا بين الشاب والبنت، حاجات في الجواز، حاجات في المعاكس، حاجات بتمس مجتمعنا، انطلقت انا بقى. ومن ساعتها فانا بقى لي سنه بالظبط في الموضوع ده. احمد رأفت، بصي بصراحه في الاول انا من ضمن الناس ان انا كنت متابعه احمد رأفت من بعد الثوره، يعني من اول ما بدا تقارير حتى كان بيطلع اوت اوف كادر، انا كنت بتابع النوع ده من التقارير، وعمري ما كان في بالي ان انا هعمل حاجه زي دي. فانا من الفانز بتوعه، بحب اتفرج عليه. فلما اشتغلت في الموضوع ده هو كان عندي فريند بس على الفيسبوك، ما كناش بنتكلم بشكل شخصي. وبعدها بقى اتقابلنا في حاجات، في مناسبات، في ايفنتس، بقينا اصحاب جدا، بقينا كل واحد مثلا بيشوف التاني ايه ناقصه فيقوله له وهكذا. صراحة منافسة شريفة جدا، وانا ما اقدرش اقارن نفسي باحمد رأفت لسبب الراجل ده تقيل ومن زمان. الراجل ده بادئ من 2011، انا بادئه من 2000، من السنة فاتت. فان انا حققت النجاح يعني شوية زي ده في المدة القليلة دي، فالحمد لله رب العالمين. وشوشة، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الادارة محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org